أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية مساء أمس استرجاع الجزائر لمكانتها الدبلوماسية الحقيقية في حال حالة أزمات تبدو مستعصية وملفات شائكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. التقرير لمريم والي. الدبلوماسية الجزائرية تسترجع مكانتها الحقيقية وتعود بقوة لتفرض نفسها على الصعيدين الإقليمي والدولي في فض نزاعات تبدو مستعصية. اليوم الجزائر رجعت لمكانتها الحقيقية. أنا لما تنقلت لأديس أبيبا كل الرؤساء أصدقاء بالأخص الأصدقاء يقول لك وينكم؟ الغياب تاع الجزائر أهلكنا، رانا وصينا ضحية التيار الفلاني والتيار الفلاني والتيار الفلاني طالبين من العودة تاع الجزائر. أنا تفاجأت صراحة، وكنا بدينا احنا في استرجاع المكانة تاع الجزائر. سد النهضة الذي يشهد حالة من الانسداد مع تعثر التسوية طرحت بشأنه الجزائر مبادرة وصفت بالمقبولة والناجحة حتى الآن لرأب الصدع بين أطرافه إثيوبيا مصر والسودان. ومن البداية في الحقيقة النزاع تاع أشقائنا المصريين وأشقائنا السودانيين وأشقائنا الإثيوبيين هذا باش ما يوصلوش الأزمة اللي تؤدي بهم إلى أمور ساخنة، لأن كل أحبابنا وإفريقيا محتاجتهم في ثلاثة، وكل واحد عنده الحق في الكلام اللي يقوله. عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أهم ما يميز السياسة الخارجية للجزائر في الوقت الذي تسعى فيه خارجيتها لفض النزاعات بدول الجوار. هذا من طبع الجزائري كفرد ولا كوطن، ما نحبوش ندخل لنا في مشاكلنا الداخلية. ما نقدرش أنا ندخل في مشاكل الداخلية نتاع شقيقة تونس أولا. ثانيا يد المساعدة ممدودة لشقيقة تونس في السراء وفي الضراء، وإحنا مع تونس في السراء وفي الضراء، وتونس تحل مشاكلها بنفسها وقادرة تحل مشاكلها بنفسها بدون ضغط، ما يضغط عليها حتى واحد، وإحنا ما نقبلوش باش يضغطوا عليها الناس مهما كانوا. مشاكل في ليبيا جيران نسوبية بيناتنا، وأنا ساكت. الدبلوماسية الجزائرية متقوقعة على نفسها، غير مقبول هذه الأمور هذه. بريق الدبلوماسية الجزائرية بدأ يشع على منطقة الساحل والمغرب العربي ليس صدفة واعتباطا، وإنما من باب القوة والنفوذ.